يعني لان كل شيء غدا، كل شيء كيقول لك بغيت غدا. غنكونوا واضحين بعدا، حنا ما غاديش يعني في هذه الحكومه ما كاينش نتزايدوا في الكلام، غادي نقولوا لكم كاينه ولا ما كايناش. يعني وهذا الشيء قلته للنقابات بلي قبيله في الغرفه الثانيه وبلي كانوا رجال الاعمال، اللي نقدوا عليه غادي نديروه، اللي ما نقدوش عليه غادي نديروه. التعهدات ديالنا غادي نديروهم، وغادي نجلسوا مع النقابات هذه السنه ان شاء الله هي غنسالوا لا لو فينونس، نجلسوا معاهم في 2022 وغادي نتفقوا. وي ماشي بغينا نزيدوهم لي سالير هير هكاك لوجه الله، لا هما ولا كذلك لي بودجي ديال لا سونتي، لان الاولويات ديال المغاربه هما يعني التعليم والصحه. داكشي علاش غادي نزيدوهم، ولكن غادي نزيدوهم لانه بغينا لا كاليتي اون فاس. وباش تكون لا كاليتي يا دي كونديسيون خصهم، يعني كاين واحد الاعتبارات اللي خصهم ياخذوها بعين سميتو، وهذيك الاعتبارات غادي يكون فيها نقاش، غيكون فيها حوار، وغادي نتكلموا عليها. وديك الساعه بلي نتكلموا راه عندنا يعني هاد السنين اللي جايه قدامنا كلها باش نطبقوا العمل ديالنا اللي غادي نقوموا به ان شاء الله.